طول كرم، المدينة الفلسطينية والتي تقع في شمال غربي الضفة الغربية يقطنها 60,000 نسمة، وبها مخيمان للاجئين، أحدهما يضم 20,000 شخص وآخر يضم 6,000 آخرين. في 2003 وأثناء بناء الجدار الفاصل بين إسرائيل وطول كرم، طرأ تجميد للحركة التجارية مما أغرق المدينة كباقي الضفة الغربية في براثن وضع اقتصادي عصيب للغاية، حيث أصبحت تعاني المدينة من ارتفاع معدلات الفقر التي قاربت 60%. عديد المنظمات الدولية من مثل منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حذرت أكثر من مرة من تدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية. من بداية 67 وهي عم ترتجع لورا، شايف؟ وفي طبعا ناس بهم إنه يصير فلتان، وفي ناس يعني الناس اللي بدها تعيش بدهاش فلتان. واحدة تاني شغلة بالنسبة للأوضاع، أخي الأوضاع تعبانة كتير كتير. تحولت حياة الفلسطينيين اليومية هنا إلى جحيم لا يطاق، طول كرم ولا بولس والمخيمات. أما الجيش الإسرائيلي فينفذ دوما مزاحمات واعتقالات ومراقبة مكثفة. الحياة هي الروتين، هو مدارس جامعات ضربات مشاكل مش مشاكل انتفاضة جديدة فيش انتفاضة جديدة، الحياة هي اضراب جامعات رواتب ما رواتب، الروتين هو كل سنة بعيد نفسه، هاي هي الحياة عندنا بفلسطين. الحياة الفلسطينية يعني زي ما انت شايف تحت ظل احتلال، ومن ناحية اقتصادية طبعا الاقتصاد مية، من ناحية نفسية عدم استقرار، طلاب جامعات خريجين طبعا قاعدين في البيوت. عدا ملامح المعاناة الاجتماعية، فضلا عن موجة العنف الجديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية، يلوح شبح اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة مماثلة للانتفاضتين السابقتين بحسب ما يقول محللون. أمل الفلسطينيين في غد أفضل يخرجهم من حياة صعبة ومريرة إلى حياة طبيعية بعد عقود من المعاناة هو ما يبقيهم صامدين هنا، فلا خيار أمامهم كما يقولون سوى الصبر والانتظار. من مدينة نابلس في الضفة الغربية، محمد شيخ إبراهيم، ليورو نيوز.